نستنى رسالة الحقيقة، مستنى معرض القاهرة الدولي للكتاب، لأنه بمنتهى البساطة هي الفرصة إن نقدر نشوف ونتابع ونكون فيها وسط جموع من الكتب مبدئيا، وجموع من المثقفين وندوات وأحدث الإصدارات، سواء هنا أو سواء من العالم العربي، حفلات توقيع بنتقابل فيها بشكل مباشر مع كتاب، سواء كتاب شباب أو سواء مع كبار كتابنا وأدبائنا. الحقيقة معرض الكتاب أكيد عنده أو ليه ذكرى مع كل واحد فينا على مدار السنين. ما اعتقدش ان يعني في بيت ما كانش الوالد او الوالده خدوا كده حد من ايديه طفل وعرفوه على الكتاب لاول مره من خلال خروجه حلوه في معرض الكتاب. كان في مشاكل كثيره جدا وعقبات واجهت هذا الحدث لفترات ما بعد 2011، تم تأجيله اساسا في بعض الدورات، لكن ومع اخر سنوات الحقيقه كل المتابعين لهذا المعرض سواء من الموجودين في الحقل الثقافي والادبي او ايضا من الجمهور العادي لاحظوا تطور كبير ونيه كمان للتحسين في ظل الظروف اللي موجوده. هنتكلم النهارده عن معرض الكتاب في دورته القادمه، وهيكون ضيفنا دلوقتي هو دكتور هيثم الحاج علي وهو رئيس الهيئه العامه للكتاب، وهيقول لنا ايه اخر اخبار المعرض. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، نهاركم سعيد. نهارك اسعد يا فندم. ضيف الشرف في نادي البحرين، مظبوط؟ نعم. كلمنا النهارده او كلمنا بشكل عام عن المعرض السنه دي، انا عارف ان في زياده في عدد العارضين والدول المشاركه وفي تطور او في يعني عارضين اكتر بشكل عام. شوف، هو مبدئيا معرض القاهره الدولي للكتاب هو تقريبا تاني اكبر معرض كتاب في العالم بعد معرض فرانكفورت. معرض له تاريخ كبير وتراث طويل جدا، وده بيخلي كتير من الدول وكتير من الناشرين حريصين جدا ان هم يبقوا موجودين في المعرض ده، خصوصا انه هو المتوسط بين الشرق والغرب، يعني اذا قدرت تتكلم عن الوطن العربي على وجه التحديد. فمعظم الناشرين من الخليج أو من المغرب بيتقابلوا في معرض القاهرة، وبالتالي بيقدروا يعملوا صفقات تبادل الكتب إذا صح يعني. طبعا. المعرض من بعد 2011 شهد طفرة فعلا، يعني بدأ ينفتح أكتر على العالم، وبدأ يجدد في رؤيته الثقافية، وبدأ ينوع في الدول اللي بيستضيفها كمان، ومن هنا بقى بيحقق وجوده كمعرض دولي في الأساس. عندنا السنة دي 32 دولة، منتظر يزيدوا ل 33، ده بزيادة 5 دول عن السنة اللي فاتت. زيادة عدد الناشرين غالبا هتبقى في حدود 20%، يعني احنا بنكسر 1000 ناشر مشترك يعني. السلوجان بتاع المعرض الثقافة في المواجهة، ده علشان الحد اللي احنا واقفين عنده دلوقتي. ضيف الشرف البحرين مثلا، شخصية العام الأستاذ جمال الغيطاني الله يرحمه. ندوات متنوعة جدا بتحاول تحقق وجود المعرض كمعرض دولي ومعرض للكتاب. بمعنى إيه الثقافة في المواجهة؟ الثقافة هي الحل الأول لكل المشكلات، وهي حائط الصد الأول ضد كل القيم السلبية. الجهل الديني، التمويه، التضليل، الكلام ده كله، كل ما يمكن أن تعده قيمة سلبية داخل المجتمع في الأساس هو حل ثقافي. يعني لازم نحل، نعمل إحلال للقيم السلبية عن طريق قيم إيجابية جديدة. ده مش ممكن يكون إلا عن طريق الثقافة. حتى طريقة تعديتك للشارع دي ثقافة، طريقة تعاملك مع المترو دي ثقافة. فالثقافة في مواجهة كل ما هو سلبي، طبعا كل ما هو سلبي في المقام الأول ثقافي وفكري وديني، ثم كل ما هو سلبي على المستوى الاجتماعي. ايه هي اهم السلبيات اللي يعني ان شاء الله في نية حقيقية يعني تداركها في خلال هذه الدورة والدورات اللي جاية بشكل عام في معرض الكتاب، من واقع مثلا شكاوى الجمهور او رد فعل الجمهور او كده؟ الحقيقة انه شكوى الجمهور السنة اللي فاتت مثلا كانت شكوى إيجابية جدا، ودي حاجة ممكن تبقى غريبة. يعني الجمهور كان بيشتكي من انه مش قادر، في زحام كبير على الابواب. دي شكوى ايجابية لانه بتعكس انه عدد الزوار بيزيد. السنة اللي فاتت فعلا كانت دورة رائعة وكسرت حاجز 2 مليون زائر على مستوى 14 يوم. احنا عندنا هدف انه 2 مليون دول يبقوا 3 السنه دي. لكن بنحاول مثلا انه نفتح عدد اكبر من الابواب. المساله دي بتحتاج تامين اكتر. بنحاول نوصل
لأكبر قدر من التأمين بأكبر قدر من المرونة. كذلك أظنها كانت أهم سلبية في على المستوى التنظيمي يعني، بس كان سببها إنه في إقبال كبير. إيه تاني؟ تاني مثلا إنه كان بيتشاف في دورات كتير إنه الندوات اللي بتتنظم لها اتجاهات معينة مثلا. الحقيقة ده ما كانش مقصود، أنا عارف إنه ما كانش مقصود، لكن بنحاول إنه نشتغل السنة دي على مبدئين تنوع الإتاحة والتنوع. دي الرؤية اللي بنشتغل فيها بالناشرين وبالأنشطة الثقافية كمان. إيه تاني؟ يعني مثلا الأنشطة الفنية السنة اللي فاتت رغم إنها كانت جميلة وكبيرة، ده بوستر المعرض، تصميم مين اللي صمم البوستر؟ أحمد لبات. هايل. في محاولة للمزاوجة بين طبقات الهوية المصرية، إذا صح التعبير، طبعا بين الفرعوني والعربي طبعا. لا، وصورة أستاذ جمال غطاني والبحرين زي الطابع كده، يعني لامم كل حاجة يعني. يعني هو برضو مصمم تصميم إلى حد ما عملي، يعني ممكن يتلعب بيه في البنرات والتصاريح الدخول وكده. مظبوط. كنت بقول إنه الندوات الفنية كانت رايحة ناحية الشعبي أكتر مع الثقافي. لا، السنة دي في مخاطبات مع أكاديمية الفنون مثلا ودار الأوبرا إنه هيبقى في حفلات كونسير أو حفلات كورال أطفال. وفي مسرح يعني تعاون مع الجهات، دكتورة إيمان ودكتورة مع كل قطاعات الوزارة. في حالة كرنفالية ممكن تبقى موجودة برضو في الشارع. دكتور خالد سرور في قطاع الفنون التشكيلية بينظم لنا معرض فن تشكيلي جوال بيتعمل في الشارع. جوه المعرض بينظم لنا إيفنتين رسم على الأسفلت مثلا. حلو قوي. في الشباب بيبقوا يعني مبسوطين جدا في الحاجات دي، يعني بيتفاعلوا جدا بالموضوع ده. في مسرح شارع، ودي فكره كان استحدثها الدكتور احمد مجاهد، برضو هنشتغل عليها السنه دي، وغالبا هنفتح بحسب الله. فكره الهويه المصريه وفكره فننا اللي بدا يندثر لازم يبقى قدام عينينا علشان نشوف ازاي نقدر نطوره علشان يبقى قادر على مواجهه المراحل اللي جايه. طيب، حضرتك ذكرت ان السنه دي الدول اكتر في المشاركه، مين هي اهم او ابرز الدول المشاركه سواء من بره، يعني من عالم في اوروبا والغرب، او سواء العالم العربي، او اللي شايف ان هم مشاركتهم السنه دي هيكون لها تاثير كبير بغض النظر عن ضيف الشرف؟ طبعا ضيف الشرف البحرين دي حاجه منتهيه، واحنا بنجهز معاهم دلوقتي البرنامج ثقافي متميز يعرض ثقافتهم. لكن في الاساس عندنا وده غريب شوية، مطالبات من الدول إنها تكون حاضرة على المستوى الثقافي، مش على مستوى عروض الكتب بس. ندوات، مؤتمرات، مش عارف إيه. يعني ندوات، فعاليات خاصة. حلو. مثلاً زي مين؟ عروض فنية. الأبرز في المسألة دي روسيا والصين. والاثنين جايين ببرنامج ثقافي تقيل إلى حد كبير. هايل. يعني هيكون في عروض أو كده؟ في احتمال كبير ان هم يعملوا حاجات شبه كده، بس في الاساس في ندوات مهمه هتبقى من روسيا والصين السنه دي، زائد فرنسا. فرنسا يعني جايين ناس متعاونين جدا وعايزين يعملوا حاجه بجد، لدرجه انهم المركز الثقافي الفرنسي هيشارك بالاضافه للندوات في تنظيم بعض ورش الاطفال، ورش أي. تدريب الاطفال، ورش الغنى ورش الحكي وما الى ذلك يعني. في كمان ايطاليا، من الدول العربية في الكويت والمغرب مثلا. دي دول اهتمت انها تبقى في باراجواي حريصة جدا، وفي مخاطبات مع السفير دايما، لانه الراجل حريص انه يعمل ولو ندوة في المعرض مع الايفنتات. انا عايز اقول ان احنا تقريبا عندنا اكتر من 520 ايفنت ثقافي في المعرض. يعني 520 ندوة او حفلة او ورشة، ده بخلاف حفلات التوقيع. بالظبط. كنت لسه عايز اتكلم عليهم. دايما كل سنه بتلاقي دايما كل الكتاب الكبار وكل الادباء في مصر تحديدا، او حتى الشباب الحقيقه، بيستنوا معرض الكتاب عشان يكون في حفلات التوقيع ليهم، وبتبقى اكبر عدد حضور. مين السنه دي متوقع يكون من سواء الاسماء الكبيره او سواء من كتاب الشباب اللي يعني حفلات توقيعهم منتظره؟ هو الحقيقة حفلات توقيع خارج البرنامج الرسمي للهيئة. حفلات توقيع في الأساس بس يكون في ندوات.
لا لا بتكون في الندوات، ما تبقاش كمان في البرنامج؟ لا لا ما بيبقاش فيها حفلات توقيع. الندوات ندوات لا، الندوات مثلا لا مثلا مع الاديب الفلاني مع مش عارف ايه، ده بتبقى ندوه، بتبقى داخل البرنامج صح. وممكن تكون الندوه لها علاقه بكتاب صدر السنه دي، بس مش حفله توقيع. لكن حفله التوقيع بتبقى نشاط. حفله توقيع نشاط بيعمله اما الناشر جوه جناحه، يعني بيجيب الكاتب اللي عمل الكتاب وبيعملوا الحفله، ودي حاجه ترويجيه، او اتحاد الناشرين. واحنا السنه اللي فاتت كان في خيمه لاتحاد الناشرين مخصصه لحفلات التوقيع، ما كانتش مليانه قوي يعني، ما كانش فيها ايفنتات كتير. فتم الاتفاق السنه دي مع اتحاد الناشرين انه هنزود له الخيمه، ودي هديه من المعرض يعني لاتحاد الناشرين، هنزود له مساحه الخيمه من 50 متر ل 100، في مقابل انه الهيئه كمان يبقى لها دور في تنظيم بعض حفلات التوقيع داخل هذه الخيمه. فهنركز على الاصدارات الجديده، اصدارات الهيئه. ايوه هي. طب ايه هي اهم اصدارات الهيئه بالمناسبه؟ اصدارات الهيئه على مدار السنه ولا بتتكلم في الفتره مدار السنه واللي هتصدر في او هتطلق في معرض الكتاب؟ السنه دي كسرين حاجز ال 700 اصدار هيئه الكتاب، 700 كتاب. في حاجات جديده ولا كلها من الكلاسيكيات والاعدادات؟ كله حاجات جديده يعني. في كتاب للدكتور اسماعيل سراج الدين مثلا، كتاب اسمه التحدي، كتاب للدكتور مصطفى الفقي مثلا، كتاب للدكتوره منى مكرم عبيد مثلا، كتاب للدكتور جابر عصفور مثلا. وطبعا انها اصدارات الهيئه الاسعار مناسبه يعني معقوله يعني الى حد كبير يعني قارن. احنا برضو بنحاول نوصل لمعادله صفريه اللي هو احسن كواليتي ممكن باقل سعر ممكن. بالظبط. وده هدف قومي اصلا كمان في الاول وفي الاخر. احنا القراءه المفروض تكون هدف قومي، مش ده بيتحقق بقى في مكتبه الاسره. بالظبط. شغلانه ثانيه يعني. اخبار اخر اصدارات مكتبه الاسره ايه؟ وانا عارف وكان في كمان اعادات اصدار لحاجات نزلتها مكتبه الاسره من سنوات ورجعت تاني بتنزلها في باكجنج جديد وطبعات جديده وكده. مكتبه الاسره شغاله على حاجات كتير، منها مثلا حاجات الدكتور طه حسين مثلا، حاجات دوكنز، في ترجمات كمان، كل حاجه يعني. هي شغاله على الاهم. احنا عندنا النهارده اجتماع لمكتبه الاسره علشان المكتبه تحدد الاصدارات الجديده، اللجنه يعني تحدد الاصدارات الجديده اللي هندخل بيها السنه الجايه ان شاء الله. طب الشباب بقى موقفهم او موقعهم ايه من اصدارات او من نشر الهيئه او اصدار الهيئه العامه او الكتاب نشر فيها الكتاب يعني. يعني انا مثلا ساحر دكتور مكرم عبيد، مش عارف دكتور مصطفى الفقي، اسماء كبيره يعني تمام. بلاقي دايما ومع انتشار دور النشر الصغيره ومع انتشار المدونات والشباب اللي طلعوا عن طريق المدونات والى اخره، ودي كانت ظاهره كبيره جدا في معرض الكتاب اللي فات واللي قبله الحقيقه. اين طيب الشباب؟ وهل في معايير معينه وده اللي بيخلي الشباب يلجأوا الى دور النشر الخاصه في نشر الكتب ليهم بعيدا عن الحكومه او بعيدا عن هيئه او الاصدار عن طريق هيئه الكتاب؟ هو في معيار مهم الحقيقه، لكن من السنه اللي فاتت بدا يتغير الانطباع عن الهيئه انه الحكايه مفتوحه للشباب بالفعل. وبدا فعلا من السنه اللي فاتت نشر كتب للشباب، والحقيقه انه ده بدا بقوه يعني. يعني في جيل بدا يبقى موجود عندنا، مثلا في مجموعه دواوين شعريه لسعيد شحاته وسعيد المصري وهدى حسين وغدا نبيل وميساره صلاح الدين، دي اسامي الشباب يعرفوها كويس. طب انا بتكلم عن الشعر، وكمان بالنسبه للنقاد الشباب ده موجود، بالنسبه للكتاب الشباب. المشكله بس في الروايه، لانه ببساطه شديده المعيار مادي الى حد كبير. انا مش بقول انه ده وحش، لكن ببساطه شديده كاتب بيقعد يكتب روايه لمده سنه او اكتر شويه، بيبقى منتظر انه يبقى مردود الروايه دي كبير. ماشي. القاعده بتقول انه 15% من سعر الغلاف بياخدها الناشر المؤلف. طيب 15% من سعر الغلاف بالنسبة للدور الخاصة، لما تعمل سعر الغلاف 40 و50 جنيه يبقى ده هيبقى مردوده على المؤلف كبير. بالظبط. انا بدي برضه 15% من سعر المؤلف من سعر الغلاف، لكن سعر الغلاف بيبقى في حدود ال 10 15 جنيه. فبيبقى المردود قليل على الكاتب، وبالتالي بيبقى هو مهتم انه يروح هناك اكتر لانه ده هيبقى مردوده اكبر بالنسبة له. بس برضه في نفس الوقت في حاجات تانية بتتكلفها او بيتكلفها المؤلف علشان دار النشر الخاصة الكبيرة لو هنقول يعني
تقبل ان هي تنشر له اصداراته، يعني في حين ان هو لما يروح للدوله ده مش في الروايه، مش ده في الرواية. الاصدارات الثانيه. ما هو ده اللي بيخلي الشعر عندي اكتر، لانه لما تروح لدار نشر خاصه علشان تنشر لك ديوانك هتبقى في كتير من الاحيان انت اللي بتدفع فلوس. واحنا برضو في الشعر سعر الغلاف 15%، يعني 15% من سعر الغلاف هو اجر المؤلف، فبالتالي لما تجيب عندي ديوان شعري هتاخد فلوس. طب مثلا في، خلينا ناخدها بمنطق لو هنقول مثلا هنطبقها بمنطق الانتاجي شويه، يعني مثلا في اسماء شباب بقوا اسماء مهمه في عالم الروايه، خلاص ايه اللي يمنع مثلا ان الاقي الاصدار الجديد لاحمد مراد مثلا او لمحمد صادق او له هو ايفر مثلا، يكون بدل ما يكون طالع من دار اكس يكون طالع من الهيئه العامه للكتاب؟ يا ريت، يعني حسب لوائح الهيئه مفيش حاجه تمنع، وحسب توجه الهيئة. مين ساعتها اللي يسعى للتاني؟ لازم هو اللي يسعى؟ الحقيقة احنا اللي بنسعى لهم دلوقتي، يا جماعة هاتوا روايات، عايزين ننشر روايات كتيرة. هل هم ممكن يمتنعوا برضو يفضلوا يروحوا دار النشر خاص عشان خاطر الموضوع المادي؟ طبيعي، دي مسألة طبيعية وما هياش عيب. وما فيش طريقة أخرى تحاول تلاقي بيها دار الهيئة أو الهيئة العامة للكتاب، يعني إن يكون في طريقة إن يكون بالظبط عشان يبقى معايا انه شباب بيعتبروا هم بيتصدروا الساحه الادبيه بشكل عام؟ انا بتكلم من اول احمد مراد لحد عمر طاهر وبلال فضل، انا بتكلم في الرينج ده يعني. بس في لائحه ماليه بتحكم المساله. ودي دار نشر حكوميه في الاول وفي الاخر، ولازم تمشي مع اللائحه الماليه. اللي ممكن يحصل هو اعاده الطبعات، يعني ان احنا نكرر الطبعات مع البيع الكتير. وهم بيبيعوا كتير. مشكله وهم بيبيعوا كتير. بس هم بيبيعوا كتير برضو بالسعر العالي. انا عندي هدف انه اوفر ده عفوا اوفر ده بالنسبه للجمهور العادي اللي يقدر يدفع 10 و 15 جنيه في الروايه. يا ريت يبقى عندي روايات لكل الاسماء الكبرى والصغرى في عالم الروايه، علشان اقدر اعكس خريطه الروايه في الهيئه. ده مهم جدا. دور التكنولوجي بقى، يعني انا عارف ان السنه كان في ابلكيشن لمعرض الكتاب، هل موجود السنه دي ولا لا؟ ده واحد. اثنين، قناه نيل الثقافيه كانت دايما هي القناه المعنيه بنقل كل احداث معرض الكتاب، وكانت بتنقل اعلانات على الهواء ومش عارف ايه والكلام ده كله. هل هيحصل ده السنه دي ولا لا؟ هل في نيه ليكون قناه خاصه لمعرض الكتاب، او يعني حتى اونلاين عن طريق الانترنت تبث ندوات؟ لان ناس كده ما تقدرش تنزل من بيتها تروح لأسباب كتيرة جدا، لكن يهمها تحضر أو تشوف ندوة معينة، مفيش نية لنقل ده؟ هو الحقيقة فيه الاثنين مرتبطين ببعض، أو الثلاث أسئلة مرتبطين ببعض. أولا الأبليكيشن موجود. أوكي. لكن فقط السنة اللي فاتت كان الأبليكيشن إهداء من شركة خاصة. لا مش شركة خاصة، كان عبارة عن مشروع تخرج لمجموعة من طلاب كلية هندسة. أوكي. وجم طبقوه على المعرض واتحنا لهم ان هم يستخدموه فعلا. السنه دي اتخرجوا وعملوا شركه خاصه وعملوا لنا اهداء لاستخدام الابلكيشن مره ثانيه. اوكي. ويعني المساله ماشيه وجاري تطبيقه دلوقتي، هم شغالين عليه بالفعل. مرتبط بيه انه المعرض يبقى مغطى بتقنيه الواي فاي طبعا وبسرعه عاليه. واحنا دلوقتي يعني بصدد مفاوضات، مساله بتكلف كتير جدا أكثر مما نتخيل، علشان نعمل بنية أساسية للتغطية وعلشان ناخد سرعة عالية كمان. إن شاء الله في مخاطبات مع وزارة الاتصالات علشان توفر لنا ده. لو ده توفر، دلوقتي بيحصل فعلا إن احنا بنعد قناة يوتيوب وفيها لايف ستريم كمان للدورة اللي جاية دي؟ للدورة اللي جاية، لكن ده مرتبط بوجود الواي فاي. يعني لو نجحنا إن احنا نعمل الواي فاي بسرعة كويسة هيبقى في لايف ستريم لمعظم الندوات. طب وماذا عن التلفزيون بقى؟ على التلفزيون المسألة مفتوحة، مفيش أي قناة ممنوعة من إنها تدخل، المسألة مفتوحة تماما. يا ريت كل الناس تيجي تغطي ده، حدث بنعتبره أكبر حدث ثقافي مش في مصر بس، في الشرق الأوسط كمان. ده مهم جدا إنه يبقى متغطي، ده بيدي صورة مصر بره، ده بيقول إن إحنا خلصنا خريطة الطريق وبدأنا نستقر وبدئين نبني في مجتمعنا من جديد. دكتور هيثم الحاج علي، أنا بشكرك وبحييك، نورتنا في نهارك سعيد، ونتمنى كل التوفيق لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لأن الحقيقة زي ما قلنا هو فعلا من أهم الأحداث اللي ليه أبعاد كتيرة جدا زي ما حضرتك قلت، بس أهم حاجة هو البعد الثقافي الحقيقة اللي احنا محتاجينه وبشدة في هذه الأيام. أنا بشكرك، نورتنا. شكرا، نهاركم سعيد، ونتمنى تشرفونا في المعرض إن شاء الله بإذن الله. دعوة عامة أهو، نروح فاصل ونرجع تاني، خليكم معانا.